لا شك هي احيانا هلا حاليا عندي اكثر من عرض للعمل بمصر او بخارج، بقول لهم اوكي هي يعني امر مشروع، امر بالاخير نحن عم نشتغل. الممثل ممكن انا احيانا مثلت ادوار باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، وبالتالي عندما اقدم عمل بالمصري او بالخليجي او الى اخره، هو امر طبيعي ما بين الفنانين. احيانا نرى بامريكا ممثل مثلا الباتشينو، وقت نشوفه ما بنقول انه هو ممثل ايطالي في فيلم امريكي، هو ممثل. الفن هو اكبر من هذه الحدود التي ممكن ان تقيد، او ممكن ان نقول هذه التقسيمات خليني اقول الشكلانيه، التقسيمات الغير حقيقيه. في الفن المصري استعانوا مؤخرا في السنوات الاخيره بكثير من الفنانين السوريين، وانا برايي هذا ذكاء، وهذا امر مهم جدا. عندما ادركوا في اخواننا في مصر تراجع النسبي للدراما التلفزيونية المصرية والتقدم النسبي للدراما التلفزيونية السورية، حاولوا الاستعانة ببعض المخرجين، ببعض الفنيين، ببعض الفنانين السوريين. وهذه من المهم جدا أن عندما نكون مقصرين أو مخطئين أن نعي وندرك خطأنا أو تقصيرنا. يقولون نص الطريق لحل المشكلة هو إدراكها والاعتراف بها، فبالتالي كان لديهم وعي لما هم بحاجة إليه في الدراما التلفزيونية. لا شك مثلا بالسينما هم متقدمين علينا في، خلينا نقول اذا بسوريا السينما المصريه على صعيد السينما الصناعه متقدمه جدا مقارنه بالسينمات العربيه الاخرى. وبالتالي نحن هي عمليه تكامليه، يجب ان نستفيد من بعضنا البعض، يجب ان ما ينقصني كسوري يجب ان استفيد به من اخواني المصر، اخواننا بالخليج، بالمغرب العربي الى اخره. هي الفن هي عمليه تكامليه سواء بين الدول العربيه او حتى في العالم بشكل عام. هي كما قلت منذ قليل أكبر من هذه التقسيمات. الفن قد يجمع ما لا تستطيع السياسة وما لا يستطيع الحكومات أحياناً.